السلام عليكم اخواتي، معكم الاخت كريمه. اليوم راح نعملوا صلصه البيشاميل على طريقتي الخاصه. اذا راح نحتاج الى ملعقتين من الدقيق، لازم يكون رقيق، ونحتاج نص لتر من الحليب. نحتاج كذلك الى ملعقه من الزبده، راني درتها في الكسرونه تاعي باش تذوب كما راكم تلاحظوا. لما تذوب الزبده تاعي نضيف لها ملعقتين من الدقيق، راح نحرك جيدا كما راكم تلاحظوا بسرعه، لازم نحركو بسرعه باش ما يتحرقناش السميد تاعنا. مع الخلط المستمر، اذا كما راكم تشوفوا راني حمصت السميد تاعي مليح هكذا. راح نبدا نفرغ الحليب، بسم الله، نفرغوا شويه شويه ونخلطوا، ما نحبسوش، نقعدوا غير نخلطوا هكذا. هكذا نخلطوا مليح. راح نزيد الحليب شويه شويه، ما نديروش كلش على جهه، مع التخليط دائما مستمر كما راكم تشوفوا. نكملوا نخلطوا دائما، يعني ما نحبسوش هكذا التحريك، عفوا ما نحبسوش التحريك تاعنا كما راكم تشوفوا. الا شفناها باللي راهي شاده روحها، حكمه روحها بزاف، نزيدوا نضيفوا لها الحليب. ملاحظة فقط، الحليب لازم يكون مغلى من قبل. نضيفوا كذلك الحليب شوية شوية مع التحريك المستمر. راح نضيف الآن كمية من الملح هكذا، نضيف كذلك ملعقة صغيرة تاع الثوم، نضيف هذا كذلك ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود باش تمد لنا رائحة طيبة ونكهة خاصة. عفوا، راح نعمل لها شوية تاع حبة الحلاوة هكذا. في الاخير قبل ما نطفي عليها نضيف لها ملعقه كبيره من الجبن الابيض، نواصل التحريك بعد ما يذوب الفرماج تاعنا. نزيدو نعملو لها ملعقه صغيره من الخردل لامونطا، نعملو ملعقه صغيره فقط تمد لنا رائحه طيبه وذوق رائع. نواصل التحريك. اذا راكم تلاحظوا هذه هي صلصه البيشاميل تاعنا، هذا وين طفيت عليها. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه وتجربوها. نخليكم في رعايه الله وحفظه،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تنسوا إذا عجبكم الفيديو بارتاجيو لأصدقاء تاعكم، وإلى الملتقى.